محمد الإيطالي شاب طموح تغلغل في المجتمع العدني فأبدع بتعدد مواهبه وقدراته. أهلا مسالي أحلى مستمعين لراديو لنا أينما كنتم، نحييكم ونرحب بكم على التردد 91.9 من الإعداد ومن التقديم محبكم دائما وأبدا محمد الإيطالي. صوت إذاعي يتردد كل مساء على مسامع سكان العاصمة المؤقتة عدن. إنه الشاب الطموح محمد الإيطالي الذي أقحمته الهواية في مجال الإعلام وأشهرته الموهبة. أنا بحب الإذاعة يعني جدا، يعني يمكن دائما حتى بفضلها يعني على التلفزيون يعني منذ الصغر، يعني معشوقتي. دائما مؤمن بأنه الإعلام هو أقصر طريق ممكن توصل فيه أفكارك وتوصل فيه إحساسك وتوصل فيه كثير من الحقائق. وكوني واحد محب لهذه البلد ولهذه يعني المعشوقة عدن، دائما أبحث على كل ما هو جديد. لم يكن الإيطالي إعلامي الموهبة فقط، بل كان الإعلام آخر نشاطاته التي أكسبته حضورا جماهيريا وشهرة واسعة. تخلي الناس يستمعوا لك ساعتين على الهواء في كل يوم، ومن قبل ما يبدأ البرنامج بيضل الاتصالات لين بعد البرنامج وهم بنفس الحماس. اليوم احنا واصلين، او انا واصل في برنامجي، قرابة 500 حلقة، رقم كبير افتخر فيه. ناس عاشوا في التلفزيون وفي الإذاعة عشرات السنين لم يوصلوا هذا الرقم، ليس غرور ولكن هو إنجاز، والإنجاز هذا كان أكيد بتحدي. يعني دائما أقول إذا أردت أن تكون يعني شخص مميز لازم تجيب شيء جديد، يعني لازم تجيب شيء جديد للناس وبتعطيهم وبتحاول. والجمهور طبعا دائما حساس ودائما لماح، يعني ممكن يحكم، لأنه الإذاعة من الصوت هو إحساس. يعني أنت ممكن إذا مثلت على الجمهور بنبرة إنك فرحان أو كذا راح يكشفك من أول ما تطلع، لكن هم يظلوا ساعتين منتظرينك في كل ليلة. مثل ما قلت في وجود التي في وجود الأشياء الأخرى، هذا يعني نجاح. بدايته مع الإعلام كانت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو ما يعرف بالإعلام التفاعلي، وكان البرنامج الفيسبوكي إحساسي باكورة الأعمال. التحقي بالإعلام أو بدايتي بالإعلام، كثير من الناس كانوا مفتكرين أنه بدأت يعني عبر هذا البرنامج، لكن كانت في خلفية سابقة أنه كان عندي برنامج عن طريق الفيسبوك قبل ما ألتحق براديو لنا. هذا اللي يمكن كانت أول طلة لي أو أول ظهور للجمهور. كان البرنامج هو اسمه إحساسي أو إحساس محمد الإيطالي. كان برنامج نفسي بحت، بيتكلم أو بيناقش مشاكل ومعاناة الناس عن طريق الكتابة، عن طريق تخصيص موقع وصفحة خاصة بهذا البرنامج واسم هذا البرنامج. وخلال 3 أعوام يمكن حوالي كونت أكثر من 2000 شخص وحلينا كثير من المشاكل. ولما تقدمت لبدايتي في راديو لنا حقيقة شرحت لهم فكرة البرنامج وتشجعوا لي كثير وساندونا كثير. بعد تحرير العاصمة المؤقتة عدن من ميليشيا الإنقلابيين قبل نحو 2 عامين، كان محمد الإيطالي من الأصوات الإعلامية الجديدة التي خاضت تجربة العمل الإذاعي عبر الإذاعة الأهلية لنا، وحقق نجاحاً إذاعياً عبر أكثر من برنامج أهمها افتح قلبك، ومسيناكم مستفيداً من خبرته كإخصائي نفسي. في السنة الثانية من وجودي في راديو لنا، الحمد لله الآن هذه ثالث سنة أنا لي في البرنامج، عملنا برنامج متخصص. وأنا باعتقاد أنه أول برنامج في إذاعة بيظهر متخصص، كون اللي بيقدمه هو أخصائي نفسي في الأساس. يعني برنامج افتح قلبك، والمادة أو البرنامج، طبيعة البرنامج، الناس بتتكلم بالمواضيع اللي بتحبه، أكيد بعيد عن السياسة، بتتكلم بالمواضيع اللي بتحبه ويتم معالجة هذه المشاكل مباشرة على الهواء. تخصصي كعلم النفس أعطانا كثير أو دفعة كبيرة يعني من الهدوء، وأعطانا كثير من الثقة، وأعطانا كمان اختياري للمواضيع. يعني هذه يمكن أبرز الأشياء اللي ممكن اعتمدت عليه بتخصصي، إنه في كل يوم بمواضيع نقاشي مع الجمهور لازم أربط الموضوع بالجانب النفسي، لأنه كثير حتى من الأمراض العضوية اللي إحنا بنعاني منها هي بيكون أحياناً منشئها وسببها يكون السبب النفسي.
اتخذت كمان هذا الطريق، يعني علم النفس ربطته بكل مجالات اللي أنا أقوم فيها، لأنه حقيقة هو شيء مغيب في بلدنا أو شيء زيادة. وفي جديده الإذاعي يعتزم محمد الإيطالي تقديم برنامج الرمضاني بعنوان سحرناكم، يناقش قضايا أخلاقية ومجتمعية، كما له طموحات أخرى ورغبة في إنتاج أفلام قصيرة عن الطفولة واحتياجاتها. إن شاء الله يعني على رمضان راح تكون لنا خطة برامجية جديدة، راح أقدم بدل مسيناكم سحرناكم. الناس بتتسحر وجبات مختلفة، لكن إحنا راح نتسحر ثقافة ونتسحر إن شاء الله أخلاق وبطريقة روحانية. وإن شاء الله كمان راح يكون برنامج جديد، هو فكرة مكتسبة أو مقتبسة من برنامج تلفزيوني مشهور اسمه المسامح كريم، وهي بتكون فرصة كمان للتسامح. راح يكون عندنا كمان أول مرة ننتج في راديو لنا إنتاج خالص لراديو لنا مسلسل اسمه حوافي لنا، راح تكون كمان من بطولة هذه المسلسل بمشاركة كمان زملائي. فإن شاء الله عندي كمان مجموعة من الأفلام القصيرة، من أفلام درامية وأفلام استقصائية، راح تكون يعني تتكلم عن الطفولة أو أهمية أو معاناة الطفولة والمرأة وهذه المواضيع الإنسانية إن شاء الله. مبادرة أكسجين حياتك شكلت خطوة هامة في حياة محمد الإيطالي كناشط مجتمعي وأخصائي نفسي، الذي فضل أن يكون كشريان حياة في المجتمع العدني. مشوار الحياة هو مشوار طويل، لا يمكن أن يكون على نفس الخط، نمر بصعود ونمر بهبوط، نمر بعقبات، نمر بمحطات سعيدة ونمر أيضا بمحطات حزينة، وبالتالي النفس البشرية بتتأثر. يعني حتى لو كان هذا الضرر مش واجي لي بشكل مباشر، ممكن يأتي لي عن طريق التلفزيون، يعني حدث معين في بلد معينة، أو ممكن يأتي لي باتصال هاتفي أو برسالة، وبالتالي بتختلف نفسياتنا وبتختلف مزاجياتنا. فكثير من الناس يستسهلوا الأمر، أو يمكن مصطلح الصحة النفسية غايبة عنهم تماما، يعني مربوطة حقيقة المرض النفسي وكأنه شخص مجنون. لا بالعكس، يعني مثل ما بتبحث عن الصحة أو سلامة الصحة الجسدية، لازم كمان تبحث عن الصحة النفسية. نحن لا نستطيع أن نعمل جدار لأولادنا لأنفسنا نحجبهم عن المشاكل، مستحيل نعمل جدار، لكن ممكن نعلمهم طريقة بكيفية مواجهة هذه المشاكل، بكيفية التغلب. فمبادرة أكسجين حياتك هي مبادرة حقيقة قمت فيها مع شريكة حياتي البشمهندسة فاطمة أنيس، عملنا هذه المبادرة. والمبادرة عملنا عدة تدريبات في الدعم النفسي، سواء كانت لإعلاميين أو لناس بسطاء عاديين، أو كمان لشباب مثقف، أو كمان لتدريب مدربين، وهذه كانت المبادرة حقيقة وما زالت مجانا. كانت بتساعد الأفراد على التكيف مع مجتمعهم بوصولهم إلى السلامة والاطمئنان النفسي، وأيضا التعبير عن مشاعرهم، وحقيقة لاقت نجاح بالفترة الأخيرة بعد الحرب أو بعد الأزمة اللي مرت فيها عدن. كثير من الناس كانوا غير قادرين على بدء الخطوة الأولى للانطلاقة إلى أعمالهم أو العودة إلى أعمالهم. عبارة شهيرة دائما نقول بأنه دائما السماء زرقاء، يعني ممكن السماء تصيبها عواصف وتصيبها كثير من الرعود، لكن سرعان ما تصفي. وهكذا النفس البشرية للشخص اللي عنده إيمان بالله عز وجل. إلى جانب ما يجيده محمد الإيطالي من نشاطات، لطالما حلم أن يكون معلماً، وهذا ما تحقق له أخيراً في جامعة عدن، حيث عين معيداً في كلية الآداب. كانت أمنيتي مختلفة تماماً عن أصدقائي، يعني حتى منذ الطفولة اللي كان حابب يطلع طيار واللي حابب يطلع دكتور ومهندس، كنت حابب يطلع مدرس، لأنه بعرف أنه إذا كان المدرس عنده رسالة نبيلة فإنه بيطلع جيل، يعني جيل ممتاز وجيل رائع، بل جيل مثقف، يعني وتقاس الحضارات وتقاس يعني حقيقة الأمم بثقافته. فعندما وجه لي يعني وجهت لي رسالة كي أكون معيد وليس مدرس، يعني فقط في كلية الآداب جامعة عدن في قسم الفنون الجميلة من الدكتور محمد دائل، كان يعني بمثابة شيء كبير بالنسبة لي. ضيف إلى ذلك أنه ما بدرس طلاب عاديين، بدرس طلاب فنون تشكيلية، وبالتالي محتاجين لمعاملة بسيكولوجية ونفسية خاصة، ليس طلاب عاديين. يعني الطالب العادي
ممكن تتعامل معه أوكي يعني بمنهج، لكن الفنان بيحتاج إلى مساحة، بيحتاج إلى أنك تقدر الأنا اللي عنده، بيحتاج تقدر لموهبته يعني. وبالتالي كان تحدي كبير أنك أنت بتجيب تدرس ناس درسوك زمان ولكنهم هم فنانين لهم أسماء، يعني بعض طلابي تجاوزوا 55 عام، بعض طلابي تجاوزوا 45، كبار في السن موهوبين لهم أسماء موجودين على الساحة، بل إنهم مروا بمرحلة تدريسية. يعني إنك تعود أنت تدرسهم فهذا كان تحدي كبير، لازم تأتيهم بالإضافة. كانوا يبحثوا عن، يعني للأسف هم خريجين معهد وكانوا يبحثوا عن شهادة البكالوريوس، لأنه أول دفعة راح تتخرج من جامعة عدن بالفنون الجميلة يحملون بكالوريوس هي الدفعة اللي أنا درستها. يؤمن محمد الإيطالي بأن الفراغ من أهم مفسدات حياة الإنسان، ويصعب التخلص منه إلا بالعمل والمحاولة المستمرة في تطوير الذات والانخراط أكثر في المجتمع.